مرحبا يا اختي. بيك عايشك عايش اختي، انت عارفه علي انا يمين مسيدي ثابت، عمري 44 سنه من عام 79. انا مشكلتي عندي ولدي نعاني فيه ومريض، نهارين عمل لي مشكله تحكم بثلاثة شهور حبس. مريض بشنو وشنو عمل؟ عندي في الرازي، ما هو عندي الاوراق ما يثبت اللي هو مريض، معناتها رقد لي نص شهر في الرازي. ها هو عندي ما يثبت لي ورقد لي نص شهر في الرازي وتحكم لي 3 شهور. سامحني شنو عنده نوع من الاعصاب شنو بالضبط؟ عنده نوع من الاعصاب، وكان مريض بالبكيلوس، مرض بكيلوس، من المرض بكيلوس اللي هو بعد مرض بالاعصاب ما تحملش يمكن الحاله هذيك، ديريكت من البكيلوس رقد لي في الرازي، وفي الرازي خرج يشرب الدواء نعاني فيه وبطال. انا معناتها نخدم معينه منزليه من دار لدار، يعيطوا لي كل مره نخدم في دار، في الصيف نخدم في العروسيات، نغسل في المعون، من العرس العرس، معناتها ما نرتاحش جمله، ما نرتاحش جمله. ما شنو المشكله اللي عملها ولدك؟ المشكله ضرب ولد جيرين، تعارك ولد جيرين، ضربه بلوح على راسه بعصا على راسه، كي ضربه بعصا هزوه من المركز، في المركز قال مسامح، والقانون اختي ما يسامحش. قداش عندك تعالج فيه ولدك؟ نعم. قداش عندك تعالج فيه؟ محسوب توا عام ونص نعالج فيه، وعنده توا بريسك شهرين من اللي عمل لي المشكلة. هيك هو. يعني رغم اللي هو مريض، رغم ذاك صدر ضده حكم. القضاء تحكم عليه، اي بالرغم هو مريض والقضاء حكم عليه، حكم عليه 3 شهور حبس، وانا ما عنديش باش نعمل له محامي وما عندي حتى شيء، هاني يعني نجري من محكمة ريانا، محكمة تونس، اليوم بركة هاني جيتش نعمل، ها وعملت مطلب باسمي انا، ما تقبلش ترفض. وراجلك وينو او طليقك؟ طليقي يعيش كل مره في بلاصه، يخدم اللي اسمه كل مره في بلاصه، وما عادش عندي حق انا في نفقه، خاطر ولدي الاخر عمره 18 سنه يعدي يعمل في الحلو، فارماسيان في الحلو، دخلت على التكوين، ولدي هذا مريض، معناتها ما نجمش يخدم عليا، انا يلزمني لازم نخدم من دار لدار، ونخدم في الصيف من العروسات للعروسات، باش نجم نعيش وكهو، وديجا قصوا عليا النهارين، قصوا عليا الماء. مشيت خالتي البارح بركة جت عملت لي فيلم وتعدت للمركز، جماعة المركز بالطبيعة يعرفوني يعني أنا نخدم في الديار وكل شيء، قالوا لا تنعيطوا لا عيطوا لي، قالوا لي بري يمينة دبري سيدي وكري، وأنا ما عنديش باش نكري. أنت ساكنة في دار مش دارك؟ لا ساكنة في دار نتاع معناتها حتى الكوجينة بالتون نسكن فيه، ساكنة في دار نتاع الوراثية، معناتها خالتي وخالتي وأمي. أمي قالت لي اسكني على روحك، الحقيقة أمي مسكينة قالت لي اسكني على روحك، هم يحاربوا فيا يحبوا يخرجوني. والدار بقت 6 سنين معناتها مسكره راه. مشيت هنا انا ما عادش نجم الكري. مشيت خلعت الراجل حتى مول الدار خرجني سيني شهرين كري. ويرحم والدي سامحني راه حسين قال لي يمينه مسامحك. بري المهم دبري وانت اسكني كها وبراني باش نكريها. لقيتي شكون معناها سامحك في الكري؟ لقيت شكون سامحني في الكري، شهرين كري مسامحني فيه ومسامحني في الماء والضوء. مخليتهم للزوز. ومشيت تفاهموا واحد اخر باش يخلص لها الماء والضوء. وسكنه فيه كريها معناتها، وين سكنت في الدار هذيا معناتها الدار الوراثي، وعامله مطلب راني فك الشؤون الاجتماعي، وهاني نستنى فك نتاع الشؤون الاجتماعيه. شؤون منزل شؤون اجتماعي؟ سكن اجتماعي. مسكن اجتماعي، وهاني قاعده خايتك نستنى، وين مش المعتمدين يقولوا لنا مزيل مزيل، وهاني قاعده نستنى. اول حاجه بخصوص المنزل نتاع الورثه، هو امك واخواتها. مش تجاوزت القانون انك دخلت وحليت الباب وسكنت في منزل خاص بورثه؟ تجاوزت القانون، دخلت وكل شيء، ما عنديش حتى حل، ما عنديش وين باش نسكن، نسكن في الشارع انا ولادي، وانا بروحدي راني نخدم عليها من دار لدار راني، ما نجمتش بالرسمي، تعبت، اقسم بالله العظيم تعبت في حياتي بالكدا بالكدا، توا ملي مرض ولدي وليت نعاني فيه في الراسي، مرض بالرسمي تعبت على الاخر زاد. بالرسم ما عادش نجم حتى شيء، انا وصلت انتحرت ونقضوني جيراني، انا في روحي انتحرت، ولدي زاد منتحر على فكره. ولدك المريض؟ اي ولدي المريض، عنده بريسك شهر شهر من اللي هو انتحر. كيفاش عمل؟ مشى شرب دويته تاع الراجل الكل، ومشيت رقدته في السبيطار، جبت الابيلونس جيراني جارتي يرحم والداه اللي نقضته بالحليب، تشرب فيه في الحليب وعملت تكية تخض فيه، وبعد ذيك هزيته رقد لي نهارين في البلوك، من البلوك خرج زاد شعل عليا دبوزه الغاز، انتحر زاد مره اخرى، وبعدها انا فديت بالرسمي، هزيت هزيت ما عادش نجم نهز
مشيت انتحرت زادة انا ونقضوني جيراني زادة. بتبيع الناس اللي تسمع فينا حاجات هذه ما لازمش نخموا فيها اصلا. انا قلب انا حبيت نموت بالرسمي، انا تو وليت نحب نموت بالرسمي خاطر ما عادش نجم نهز، خاطر نهز برشا برشا ما عادش نجم. مش نكذب عليك، انا ولادي عظام الزوز، انا امهم انا باباهم انا كل شيء في حياتي. باباهم سامحني ما يتحملش حتى طرف مسؤوليه؟ لا، ولدي هذا المريض جبته عمره 4 شهور من جندوبه، 4 سنين من جندوبه. ولدي الاخر عمره 6 شهور في حملتي جبته هربت بها حتى ما عندها طليقي وصل ضربني شلطني في يدي. قدام المحكمه كي طلبت الطلاق ضربني. هكا هو ما طلقت عندك سنوات؟ طلقت عمري 25 سنه. طول السنين هذه الكل تفرع فيهم وحدك لولادك؟ طول السنين هذه الكل نفرع فيهم وحدي ولادي وحدي، ما يكذب زاد اخواتي راه حتى اخواتي، اخواتي فرعوا فرعوا ما عادش ينجموا اخواتي. ما عادش ينجموا بالحق اخواتي ما عادش ينجموا. عندي اختي زماتيك، عندي اختي الاخرى مريضه عامله اكسيدون، ما عادش ينجموا مساكن. عندي اختي الوحيده تخدم في الحلو هزت ما عادش تنجم مسكينه. بالحق قالت لي يمينه ما عادش ينجم. وعندي ما نكذبش عليك عندي جيراني معناتها ساعات يعاونوني ساعات ما يلقوش باش يعاونوني. عندي امراه ساندتني نمشي لها نغسل لها طرف معون ننظف لها نستحك لها الكوجينه ننظف لها كل شيء تعطيني اللي كتب من ربي. في رمضان كيف كيف. في رمضان زاد عام الاول وصلت وقسما بالله طيب ماكله بركه في رمضان والله ماكله بركه طيبها انا ولادي ونسكت. في طول السنين هذه الكل قداش من مره طليقك مد لك فلوس باش تصرف على صغارك؟ طليقي ما مدليش حتى فرانك حتى مره. نمشي جندوبه نشكي خاطر انا كيت بصداقي في جندوبه نطلع جندوبه نشكي عنده المعارف الله اعلم. شد مره بركه شد عام و7 شهور حبس من وقتها لحد الان ما يمدلي حتى فرانك. فرانك ما خديتوش منه. ديما كي شد الحبس على النفقه؟ آه كي شد على لا شد على الخيانه الجوزيه. قبل ما تطلقوا؟ قبل ما نطلق شديته خيانه جوزيه. زوجيه؟ بابا تلاقي انا وياه. شديته في داري. جبت له الحاكم خليته هكاك ومشيت جبت له الحاكم ما لقيت حتى نتيجه. هي تربطت 6 شهور وهو تربط عام و7 شهور. ما لقيتش حتى حل مشيت جبت له الحاكم. خليته هو وياه في الدار ومشيت جبت له الحاكم. وعلاش خرجيت لتونس؟ جيت لتونس خاطر دارنا يسكنوا في سيدي ثابت. دارنا 10 سنين محاملين يراه. من بعد ما عادش ينجموا بابا مريض وامي مريضه بالقلب ما عادش ينجموا دارنا. امك اليوم معاك تعاونك ولا؟ امي مسكينه مرض تخدم في الفلاحه. تو ما عادش نجم تخدم امي تو عندها مرض في الكبده. امي عجليش تعاني روحها تو. عندي اختي صغيره تعاني فيها. اختي صغيره زادت تخدم معينة منزليه زادت في الدار على خاطر امي تبيع في الخبز تبيع في الدبابس. علاش ما تخدمش الفلاحه خير من انك تخدم معينة منزليه؟ الفلاحه تو ما فماش فلاحه. تو كان فما كانت تعيط لك امراه باش تنظف لها باش تسيق لها باش تحك لها كل شيء باش نجم تعيش هكا هاو. قداش تعطيك؟ كل مره كيفاه. كل مره كيفاه يعطوني. كلمه اخرى. 20 30 40 هكا هاو. نحن ما فوتوش في سيدي ثابت خاطر ما عندناش عباد لابس عليهم لابس عليه. هذاك هاو العيشه نتاعي هذيك هي انا. طلباتك الاخيره؟ انا طلبت الاخيره يعاونوا لي ولاد الحلال بالرسمي ما عادش نجم. وتعبت بالرسمي تعبت تعبت وصلت انا قلت لك انتحرت وصلت باش نزيد انتحر راني مش انتحرت. فعليك ما تعرفش تخمم نعاود انتحر نحب نعيش ما عادش نحب نعيش انا. عندك اولادك ومام؟ كيلو طماطم نلقاها غالي يعني نمشي ناخذ وليت ناخذ برطل برطل باش نجم قرن فلفل نقسمه في مرقة نقسمه على ثلاثة وحديات ثلاثة القش ربي يفرج عليك ما عادش نجم بالرسمي. عايشك.